ايه يا ابني؟ مالك بتفكر في ايه؟ مفيش. مفيش ايه ده، انت خيلتني. بفكر في ترتيب، والترتيب ده عشان يتم. انا عايزك تجيب لي هجام شقق. اجيب لك هجام شقق؟ حد قال لك عليها مجرم ولا سوابق؟ بقول لك هات لي هجام شقق. اجيب لك هجام شقق منين؟ يعني اعمل اعلان في الوسيطه اقول عايز هجام شقق خبره 5 سنوات؟ يا شريف ما تهزرش يا شريف. يا عم انت اللي بتهزر. بقول لك ايه يا هشام، ما تخليش شبكك للانتقام يورطك في جرائم انت مش قدها. يا عم انت مش فاهم حاجه. طب فهمني. هفهمك. احنا عايزين نأجر شقه جنب شقه البت مايه. حلو؟ حلو. ايه دخل بقى الهجام بشقه البت مايه؟ ما انا جاي لك، اصبر عليا. الهجام ده هيخش شقه البت مايه وهيزرع كاميرات وايرلس، والشقه اللي جنبها نحط فيها الهارد. طب ما احنا ممكن نعمل ده من على الموبايل عادي، ونشوفها من على الموبايل. يا ابني الموبايل مش هيسجل، لكن هارد هيسجل ونطلعه وقت لزوم. هم انا معاك في الموضوع ده. اتفضلوا يا بهوية، تخشوا. اتفضلوا بيه. أي خدمة يا بهوات تاني؟ أديني فتحت لكم باب الشقة أكني بفتح علبة تون، ولا حد حس ولا حد شاف. أي أوامر تانية؟ بس شكرا. خد يا عم. من ند من إعدام يا سعد الرحمن. بقول لك إيه؟ خد ده ينفعكم. ماشي. اقفل الباب ورا يا شيخ. ماشي. دي قفلت اهو، نشوف اخرتها. خير ان شاء الله. خير ايه؟ هاجي منين الخير واحنا بنطفي الشقه؟ ما تسكت بقى، اسكت. زعق او لم علينا الجيران. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ بقول لك الشقه، عايزك بقى تروح الشقه اللي سماعات وكاميرات في كل حته ان شاء الله، بس ما حدش ياخد باله منها. ها 3 دقايق ان شاء الله. طيب. على شريف. ايوه. انت واثق في الناس دي؟ لا. ايه؟ واثق فيهم، واثق فيهم. تمام يا ريس. تمام يا ريس. ابن اللعيبه.